أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أن هذه المسألة تعد من أهم المسائل التي ترتبط بمصير كل مسلم وبحياة كل مسلم، وهي لمن نرجع في أخذ المعارف الدينية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قد يقول قائل بأنه نرجع إلى القرآن وإلى السنة، هذا مما لا ريب فيه، نرجع إلى كتاب الله وإلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما الكلام أنه إذا احتجنا إلى بيانات لما جاء في الكتاب ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن المرجع؟ بل أكثر من ذلك، لو وقع الاختلاف في فهم الكتاب وفي فهم السنة، لماذا؟ باعتبار أن الصحابة نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ووقع الاختلاف لا في هذا اليوم بل من اليوم الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والشاهد على ذلك مسألة الخلافة، أن وقع الاختلاف أنه هل أن الخلافة بالنص أو أن الخلافة بالشورى وانتخاب أهل الحل والعقد. إذن لمن المرجعية في حل الاختلاف؟ هذه المرجعية كما هو صريح القرآن الكريم في حياة رسول الله كانت قد أوكلت إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: لتبين للناس ما نزل إليهم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لمن هذه المرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأنا لا أتصور أن المسلم أيضا يستطيع أن يقول أن هذه المسألة تاريخية لا حاجة لنا إليها. يعني نحن عندما نطرح الإمامة السياسية والخلافة السياسية بعد رسول الله، قد يقال لنا بأن هذه المسألة مرتبطة بالتاريخ، سواء كان هو الأول أو كان هو الرابع، ما هو أثره على حياتنا؟ ولكن لا أتصور أن إنسانا عارف بحقيقة ما يجري وبحديث حقيقة الأحاديث الواردة عن رسول الله يستطيع أن يقول هذه المقولة بالنسبة إلى المرجعية الدينية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يقول لنا قائل بأننا نحن نحتكم إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه المقولة الآن التي أنت تسمعها هنا وهناك على الفضائيات وببعض الكتب وغيرها، نحن إنما نفهم القرآن ونفهم السنة على ما فهمه وفهمه السلف. ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، جيد جدا، كلام لا بأس به، ولكنه إذا اختلف فهم صحابة رسول الله ماذا نفعل؟ كما وقع، وأتذكر أن المشاهد الكريم يتذكر في الأسبوع الماضي لحلقتين مستقلتين أشرنا إلى أن علية القوم، يعني الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث، نحن قرأنا للأعزة من أهم كتب ومصادر أعلام المسلمين أن هؤلاء كثير منهم كان جاهلا بالسنة، وبعضهم خالف السنة ماذا؟ على العمد والعلم، يعني كان عالما ومع ذلك. ومن هنا وقع كثير ممن جاء بعدهم في تأويل هذه التصرفات، أن يجدوا عذرا واعتذارا لمثل هذه الاجتهادات ومثل هذه الآراء ومثل هذه الأقوال التي صدرت من الصحابة. بل يكفي أن نعرف أنه وقع الاختلاف الشديد بين الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث، وأتذكر أن المشاهد الكريم، ولذا
أتذكر أن المشاهد الكريم يتذكر، نحن قرأنا من كلمات أحد أعلام المسلمين وهو الإمام الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي المجلد الأول، هناك تحت عنوان أعزائي الأصل الثاني من الأصول الموهومة، يعبر عن قول الصحابي أنه أصل ماذا؟ موهوم. يقول لا يمكننا أن نجعل قول الصحابي لا كل الصحابة لا بعض الصحابة لا أعلام الصحابة، لا يمكن أن تكون هناك حجية لأقوالهم. إذا لم تكن هناك حجية لأقوالهم، إذن كيف تكون لنا المرجعية؟ تكون لنا، يكون فهم الكتاب والسنة من أقوال ماذا؟ من أقوال الصحابة. هذا كلام أحد أئمة علماء المسلمين. قال وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقة، أن كل ما فهمه الصحابي فهو حجة علينا، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة، يعني حتى عثمان وعلي أيضا ماذا؟ مستثنين، استنادا إلى الحديث المعلول المريض الذي أشرنا إليه وهو اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر كما قال العلامة الوادعي. قال إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله صلى الله عليه وآله اقتدوا بالذين من بعدي، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا، يعني هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا اتفقوا على رأي، وأين لنا أن نحفظ وأن نوجد هذا الاتفاق، وكم اختلفوا واختلفوا. ومع ذلك كله الإمام الغزالي يقول والكل باطل، يعني وصفه بالوهم. أحسنت، أولا بالوهم وثانيا ماذا؟ باطل. بالبطلان. لماذا؟ يقول حتى مع اجتماع هؤلاء الأربعة الخلفاء الأربعة بتصنيف علماء المسلمين أيضا اجتماعهم لا يدل على الحجية. إذن أعزائي، إذا كان اجتماع الخلفاء الأربعة لا يدل على الحجية وعلى الاعتماد، فما بالك ماذا؟ فما بالك بباقي الصحابة. إذن عزيزي، واقعا هذه القضية لابد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم، وهي أنه من أهم الأساسيات والأمور المحورية أن نبحث عن المرجعية الدينية بعد رسول الله. ما معنى المرجعية الدينية؟ يعني من يكون قوله حجة على المسلمين على حد حجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن أنا مدد أتكلم في مسألة العصمة، لأن العصمة لها حديث آخر. لعل الرسول صلى الله عليه وآله ينصب أحدا من بعده ويعينه للرجوع إليه وإن لم يكن معصوما. أنا الآن ماذا أتكلم في العصمة؟ هسه بعد ذلك قد نثبت نحن العصمة لأئمتنا، ولكن أريد أن أقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من المنطقي وليس من المعقول لمن يعرف ولمن يستشرف مستقبل شريعة الإسلام أنها لابد أن تكون باقية إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض، ولا يعين مرجعية دينية من بعده حتى إذا اختلفت الأمة أن يكون قوله هو الفصل. وهذا ما أشرنا إليه في الحلقتين السابقتين، قلنا أنه الآن انظروا أنه أي دولة عندما تكتب القانون الدستوري لها لا يكتفى، تحدد المرجعية إذا وقع الاختلاف ماذا؟ في فهم ذلك بين مؤسسات الدولة أو في فهم القانون. أحسنتم، في فهم، في تفسير ذلك القانون الدستوري. نفس القانون، نفس يجب القانون أن لابد يوجد هناك من له المرجعية في تفسير النص القانوني. وهذه قضية عقلية، عقلائية، عرفية، منطقية. من لم يفعل ذلك يقال أن هذا القانون تام أو ناقص؟ يقولون ناقص. يقولون لماذا لم يترك هناك مرجعية لتفسير القانون؟ ونحن نعتقد أن القرآن الكريم
الذي لا بد أن يكون فاعلا في حياة البشرية إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن لا بد أن تكون هناك مرجعية تستنطق هذا الكتاب. أحسنتم، إلى جنب القرآن الكريم، حتى إذا وقع الاختلاف حتى من الصحابة بل حتى من الخلفاء لا بد أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى ذلك المرجع ليفسر. هسه قد تقول سيدنا هذه لا تدل على الإمامة السياسية. أعزائي الآن ضعوا الإمامة السياسية على جانب، ده نتكلم ماذا نحن مرجعية. في الإمامة والمرجعية مرجعية. الدينية بعد المعرفية. رسول الله، يعني ممن نأخذ ديننا، ممن نأخذ معارف الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أعتقد أن حديث الثقلين واحدا من أهم معطيات هذا الحديث المبارك الشريف والمتواتر والقطعي الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه عين المرجعية الدينية من بعده. قال ما إن تمسكتم بهما أو به لن تضلوا بعدي أبدا. طبعا أنا لا أتصور أن هذه المرجعية الدينية إذا كانت تتولى الأمور السياسية يكون الآخرون أولى منها، لأنه إذا كان الدين بيده فمن هو الأولى في أن يطبق الدين في حياة الإنسان، الأعلم أو غير الأعلم؟ أيوجد عاقل يقول بأنه يوجد أعلم بأمور الدين؟ والدولة بعد رسول الله ليست دولة علمانية، وليست دولة مدنية، وليست دولة ليبرالية، وليست دولة فيها فصل الدين عن السياسة، وإنما هي دولة ماذا؟ دولة قائمة على أساس الدين. وإذا أردنا أن نتكلم بلغة حديثة، دولة مدنية على قائمة على أساس مرجعية ماذا؟ مرجعية دينية. فإذا كانت المرجعية الدينية عند علي عليه أفضل الصلاة، أو عند من عينه رسول الله، أحسنتم، عند من عينه رسول الله، فلا معنى لأن تعطى هذه المهمة وهذه المسؤولية لغير ماذا؟ لغير من له تلك المرجعية الدينية. ولذا إن شاء الله تعالى عندما نتوقف على معطيات حديث الثقلين ستجدون لاحقا أن واحدا من أهم معطيات حديث الثقلين هو أنه بطريق أو بآخر تثبت لنا المرجعية السياسية والإمامة السياسية فضلا عن المرجعية الدينية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمحت السيد، قد يقول قائل أن يمكن الفصل بين المرجعية الدينية والمرجعية السياسية، يعني يكون الخليفة. أقول أنا أعرف سؤال وارد، ولكنه لا أريد أن لكن أعرض له. لكن إذا ثبت أن هناك اختلاف في الرؤى، فالمرجعية لابد للدين، كلمة الفصل يجب أن تكون للمرجع. أحسنتم، لابد أن يكون هناك كما كان رسول الله كذلك، وهذا ما سنتوفر عليه لاحق. طيب، تحدثنا ونقلتم في ذلك روايات كثيرة وأحاديث من الصحاح، هل لديكم شواهد أخرى تثبت ما تقدم بحثه؟ أحسنتم. نحن في الحلقة السابقة يتذكر المشاهد الكريم أشرنا إلى جملة من الشواهد تثبت أن الخليفة الثاني بالخصوص، بالإضافة إلى الآخرين أيضا، أن الخليفة الثاني بالخصوص، وأؤكد هنا مرة أخرى، لسنا بصدد لا سمح الله الطعن في أحد أو الانتقاص من أحد، وإنما بيان حقائق التاريخ، لأن مصيرنا في الدنيا والآخرة متوقف على معرفة هذه الحقيقة. فلا يحاول البعض أن يقول بأن السيد الحيدري بدأ يطعن بالصحابة، أبدا لست أنا بوارد الطعن في أحد، وإنما بصدد بيان حقائق التاريخ من أهم الكتب التي وردت في هذا المجال. فترة الخليفة الثاني فترة طويلة يعني ومؤسسة ومؤسسة، أحسنتم، وآثارها إلى الآن موجودة، إلى الآن. ولذا نحن نضع ذلك هي تأسيسية، ومن هنا نحن ويجب مناقشتها. يتذكر المشاهد الكريم حتى لا أطيل على الأعزة، في كتاب المغني، في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي، تحقيق عبد الله ابن عبد المحسن التركي، في كتاب الحج المجلد الخامس أعزائي في الصفحة 90، أشرنا من باب الاستذكار، فقال عمر والله إني لأنهاكم عنها، عن متعة الحج، وإنها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله.
ولا خلاف، يقول ابن قدامة الحنبلي، ولا خلاف في أن من خالف كتاب الله وسنة رسوله ونهى عما فيهما حقيق بأن لا يقبل نهيه. واقعا أنه مثل هذا الإنسان يمكن أن يقبل منه أو لا يمكن؟ لا يمكن، وأبين بعد ذلك لماذا. للأسف قبلوه القول. المهم أنه أنا أريد أبين ما ورد في كتب أعلامه. أعزائي، أريد أن أشير إلى شاهدين آخرين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن الوقت يسعني لأقف عليهم. الشاهد الأول أن ما نسب إلى الخليفة الثاني من العلم هو لا يدعي هذا المعنى لنفسه، بل أقر على نفسه شيئا آخر. وقد ذكروا في محله، قالوا أن الإقرار سيد الأدلة، أن الإنسان إذا أقر على نفسه بشيء فهو سيد الأدلة. تعالوا معا لنرى ماذا أقر الخليفة الثاني على نفسه، ماذا يقول عن نفسه. أنا أعزائي، كما وعدت الأعزاء في الحلقة السابقة، في مثل هذه المسائل لا أريد أن أعلق كثيرا، لعله قد يقول البعض أنه فيه طعن أو فيه كذا. أريد أقرأ الروايات الواردة في أهم كتب الحديث وصحاح القول. في صحيح البخاري أعزائي، في صحيح البخاري بتحقيق شعيب الأرنؤوط، صحيح البخاري بتحقيق شعيب الأرنؤوط الجزء الثاني في صفحة أعزائي 207، كتاب البيوع باب الخروج في التجارة. التفتوا إلى الجيد، الكتاب يا كتاب باب الخروج في التجارة. بس أنا لا أعلم هذا الحديث ماذا يفعل في باب الخروج للتجارة، ولكن عندما نقرأ الحديث سيتضح ما هو وجه الارتباط بين هذا الباب وبين هذا الحديث، ولا يوجد فيه إلا حديث واحد. الرواية أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، يعني الأشعري، أبي موسى، ائذنوا له فليدخل عليه. قيل قد رجع، استأذن مرة مرتين ثلاث فلم يجد، فلم يؤذن له، فرجع فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. كنا نؤمر، يعني على عهد رسول الله، رسول الله قال بأنه استأذنوا مرة أو مرتين أو ثلاثة، إن لم يؤذن لكم فارجعوا. فأبو موسى على طريقة البخاري أيضا ماذا فعل بالحديث؟ لعب. أحسنتوا، هسه ما أريد أدخل في هذا. كنا نؤمر، ممن نؤمر؟ مو نؤمر من الشيطان، حركة الإيد تدل على بلي. كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. يقول لمن؟ صحابي. يقول لأبي موسى الأشعري. أنا لا أعلم إذا كان كل الصحابة عدول، لماذا أن عمر لا يقبل عدالة ماذا؟ عدالة أبي موسى. هسه يوجهون حتى لا يكثر الحديث عن رسول الله، هذه كلها تأويلات وتكلفات لا معنى لها. أبو موسى الأشعري ده يقول: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق من؟ مسكين أبو موسى، ذهب إلى مجلس للأنصار فطلب منهم أنه من يشهد لي أني أن رسول الله قال سمع رسول الله مني. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا سنا. إذا تريد شاهد لابد أن تأخذ ماذا؟ هذا أصغرنا سنا، أبو سعيد الخدري، من حيث السن كان أصغرهم. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله. طبعا هنا يقول أخفي، لا مو أخفي، لأنه أساسا هو يخرج هذا الحديث في مكان آخر أنه خفي علي، وسأقرأ من مسند أحمد أن الحديث ماذا؟ خفي علي، خفي علي من أمر رسول الله. جيد، لا يتذكر، خفي. إذن بغض النظر عن العذر صحيح أو غير صحيح، إذن لم يكن عالما حتى بأبسط المسائل. أصغرهم سنا أصغرهم يعرفها. هسه نعرف. المهم أن الخليفة الثاني لم يكن عارفا بأبسط المسائل
الشرعية، وهذا الذي يريد أن يكون أمير المؤمنين وأعلم الناس بعد رسول الله وبعد الخليفة الأول. قال: لماذا خفي عليك يا عمر وأنت كنت ملاصقا مع رسول الله، تذهب وتأتي، وكما سمع أبو موسى وغير أبو موسى وسمع أصغر الناس أصغر الصحابة، فكان الأولى أن أنت أيضا ماذا تسمع. ذكر عذرا ولعله معذور أعزائي والأمر إليه. قال: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. إذن تبين أن الخليفة الثاني كان منشغلا بحفظ شريعة رسول الله، أم كان منشغلا لاهيا بتعبيره، لا أقول لا مو تعبيري، تعبير ألهاني، يعني كان ماذا منشغلا باللهو في الصفق ماذا بالأسواق. جيد جدا. هذا الحديث، هذا الحديث كما قلت ورد أين؟ في مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد 32 صفحة 351. الحديث نفسه كما قلت: فقال عمر: خفي هذا علي من أمير رسول الله، مو أخفي وإنما ماذا خفي. خفي. وأيضا في صحيح البخاري في موضع آخر قال ماذا؟ خفي علي. ألهاني عنه الصفق بالأسواق. ولذا العلامة شعيب الأرنؤوط يعبر عن الرواية يقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين، لأنه وارد أين؟ في صحيح البخاري. تعالوا معنا إلى ما قاله الإمام النووي في قوله: لا يشهد لنا إلا ماذا؟ إلا أصغرنا. صحيح مسلم بشرح الإمام النووي المتوفى 676 من الهجرة، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحة، دار المعرفة، بيروت، لبنان. هناك في المجلد أعزائي، في المجلد 14 صفحة 357، يقول: وأما قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم، فما في رقم الحديث أعزائي 19581، ليظهر أن أصغر الأنصار قد علم ما خفي على أكبر المهاجرين وهو عمر. ألهاني جعلني غافلا عن الصفق بالأسواق، أي التجارة. إذن مو كان مهتم بحديث رسول الله وبتعلم الشريعة، وإنما كان مهتما ماذا بالتجارة. جيد، هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني، وأنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى هذا الشاهد الثاني لأنه مهم جدا.
في هذا الشاهد الثاني أعزائي أريد أن يتضح للمشاهد الكريم، أولا أنقل المسألة من كتاب من كتب الشيخ ابن تيمية، جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجموعة الأولى، محمد عزيز شمس، محمد عزير شمس، ودار عالم الفوائد أعزائي في الصفحة 257. هناك مسألة أعزائي من عهد رسول الله وإلى يومنا هذا، وهي محل الابتلاء بين جميع المسلمين، وهي أنه ما هو الطلاق الصحيح وما هو الطلاق الباطل، طلاق السنة وطلاق البدعة. التفتوا، طلاق السنة وطلاق البدعة، ما هي طلاق سنة رسول الله وما هو البدعة في سنة رسول الله. يقول الحمد لله، من يقول؟ الشيخ ابن تيمية. طلاق السنة الذي أباحه الله ورسوله أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم يشير إلى مجموعة الشرائط ثم يدعها حتى تقضي العدة، فإن كان له فيها غرض راجعها في العدة، طلاق رجعي، أو يراجعها بعقد جديد بعد انقضاء ماذا؟ العدة. وإن لم يكن له فيها غرض تركها وبانت منه بعد انتهاء العدة، فإذا فعل ذلك فقد طلق للسنة بهذه الشروط. وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالكتاب والسنة والإجماع. ماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. إجماع من؟ إجماع الصحابة. لا أتكلم الآن، لا، إجماع من؟ إجماع الصحابة. وقد أوضح الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 377 هذه المسألة تفصيلا، وهي لو طلق في مكان واحد ثلاثا، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها أنت طالق ثلاثا، فهل يقع واحدة أو تقع ثلاث فتبين فلا تحل له حتى يأتي المحلل. يقول أن المطلق في زمن النبي وزمن خليفته أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس. جيد؟ واضح. ثم يأتي في صفحة 383 يذكر عشرات الشواهد أنه لا يصح إذا قال طلقتك ثلاثا أن يقع ماذا؟ ثلاث. يقول بأي دليل؟ يقول بدليل لو قال الملاعن أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين كان ذلك مرة واحدة. لابد أربع شهادات، مو فقط أن يكرر. ماذا يعني لو قال له الشارع من قال 100 مرة لا إله إلا الله فله كذا وكذا، لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله 100 مرة يحصل على ماذا؟ على تلك النتيجة. وإنما ماذا؟ لابد أن يكرر العمل 100 مرة. ثم يضرب أمثلة، يقول مثلا فمن يعتبر إلى آخر، وقال النبي من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. التفت جيدا الحديث، ما أريد أخرج عن البحث. يقول لو قال 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أنا لا أعلم لماذا إذا قلنا أنه من زار الحسين، ونحن الآن نعيش أيام زيارة الحسين، أنه من زار الحسين حطت عنه خطايا ولو زبد البحر، يقولون وإسلام أي دين هذا؟ أي شريعة هذا؟ يا أعزائي بينكم وبين الله، 100 مرة سبحان الله وبحمده لا تأخذ من الوقت إلا دقيقتين ماذا؟ ونصف. أو 4 دقائق. فكل ما عندك ذنوب ماذا؟ ما يقولونه هنا نقوله ماذا؟
نعم قولوا لنا ما الدليل على ذلك نقيم. لا تستغربوا ولا تستوحشوا إذا قلنا أن زيارة الأئمة كذا، أن زيارة الحسين كذا، أن زيارة النبي كذا، أو أي عمل آخر. هذا موجود في تراث المسلمين ومتفق عليه على أي الأحوال. قال فلو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يحصل له هذا الثواب. لو قال أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة مليار مرة يحصل ذاك الثواب وهو أن تحط ذنوبه؟ الجواب لا. يقول لا يكرر 100 مرة وهكذا يضرب عشرات الأمثلة لذلك. يقول كذلك في المقام إذا قالها 3 أنت طالق 3 لا تقع ماذا؟ إلا واحدة. ولذا يأتي في صفحة 384 يقول فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله وهذه لغة العرب وهذا عرف التخاطب وهذا خليفة رسول الله والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب. فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا لوجد أنهم كانوا كذا وقد بلغوا 100 بل 1000. إذن الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعرف كله على ماذا؟ على هذه على هذا. جيد جدا. إذن القضية كانت خافية أو غير خافية؟ غير خافية. تعالوا معنا إلى الخليفة الثاني ماذا فعل. صحيح مسلم الجزء الثاني اللي بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود بن عثمان، هناك في الجزء الثاني صفحة 634 قال الرواية عن ابن عباس قال كان الطلاق باب الطلاق 3 كتاب الطلاق باب طلاق 3 رواية 1472 كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة يعني لا تقع إلا واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات. يعني الله سبحانه وتعالى كان قد يسر عليهم الأمر وجعلهم في فسحة أنه لا تقع 3 إلا واحدة. فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. يعني قال من طلق 3 وقعت ماذا؟ وقعت 3 على خلاف ماذا؟ الحكم على خلاف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعرف واللغة وكلها كلها. سؤال في مثل هذه المسألة لمن نرجع؟ لمن المرجع؟ ولربما الآن هناك مليارات أو ملايين البشر طلقوا على هذه لعله وهو لابد أن يدفع لابد أن يجيب. ولذا تجدون بأنه ابن قيم عندما جاء إلى هذه القضية أشار بشكل واضح وصريح قال لا يتبادر إلى ذهن عمر أنه خالف وهو كان قد خفي عليه أمر الحكم الشرعي. لا 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 يعني مثل متعة هو يعلم والمقصود أن عمر لم يخف عليه أن هذا هو السنة كما علم أين؟ هذه قضية خطرة. أحسنتم. والمشكلة إحنا هو إحنا إشكاليتنا هذه وهي قلنا أنه الآن هذا التأريخ أمامنا وبأهم المصادر لم يخف عليه أن هذا هو السنة وأنه يعني ما فعله ما شرعه الله وما شرعه رسول الله وما أجمعت عليه الصحابة وأنه توسعة من الله لعباده. الله يوسع على عباده ويأتي فلان لماذا؟ يضيق عليه. ولذا أنا هنا أعزائي في قضية حياتية واقعا هنا بودي أن أشير إلى جملة هذه يريد يوسع. ولذا الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار عفوا في كتابه نيل الأوطار أعلام الواقعين كذا في كتاب سبل السلام
في كتاب سبل السلام أعزائي، في بلوغ المرام أعزائي، كتاب سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام للإمام الصنعاني، حققه محمد صبحي حسن حلاق. بعد أن يذكر ذلك، أنا بودي أن الأعزاء يعني الجزء السادس صفحة 164، يقول، التفتوا إلى العبارات، يقول قد استعجلوا في أمر، يقول والأقرب أن هذا رأي من عمر في قبال ماذا؟ رأي رسول الله في قبال الكتاب والسنة، مو أنه والله اجتهاد، لا، رأي، هذا رأي في يعني قبال النص، أحسنتم، محدثة، هذا رأي من عمر، رجح له كما منع من متعة الحج وغيرها. يعني مو فقط هذني، انظروا إلى العبارة، هناك غيرها، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، وكونه خالف ما كان على عهده صلى الله عليه وآله فهو نظير متعة الحج بلا ريب. والتكلفات، والتكلفات، لأن هؤلاء الذين جاءوا ويريدون يوجهون ويعتذروا للخليفة الثاني واقعا وقعوا ماذا؟ وقعوا في مآزق فكرية وعقدية ودينية لتخريج عمل الخليفة الثاني. والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عصر النبوة لا يليق، هذه التكلفات كلها باطلة، فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسر تطبيقها على ذلك. طبعا سمعت السيد الآن يعني يطرح هذا السؤال، لماذا هذا التكلف في التوجيه؟ لا أعلم، هسأجيب إذا تسمح لي، سأصل واقعا، واقعا غريب هذا المعنى، لماذا؟ لا أعلم لماذا، ومع ذلك يتهمون مدرسة أهل البيت وهم يخالفون ماذا؟ سنة رسول الله، ويتهمون علي بأنه ماذا؟ يخالف سنة رسول الله، ويتهمون أتباع مدرسة الأهل بأنهم أهل البدعة، وهذا موجود في تراثي، أليس هذا واقعا غريب؟ على أي الأحوال، قال فقد ثبت عن عمر اجتهادات، يعني مو هذا المورد وموردين يعسر تطبيقها على ذلك. من هنا ستعرف بأنه هذا المنطق، واقعا أنا لا أعلم، وكونوا على ثقة سوف لن أعلق، ولكن فقط أقرأ كلام لابن قيم الجوزية، انظروا ماذا يعلق على من؟ على فعل عمر. التفتوا لي جيدا وأترك التعليق للمشاهد الكريم. يقول بأنه فليتدبر، أين؟ في إعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 392، فليتدبر العالم الذي قصده معرفة الحق واتباعه من الشرع والقدر في قبول الصحابة هذه الرخصة، إلى أن يقول فلما ركب الناس الأحموقة، يعني صاروا حمقى، بدل أن يطلقوا واحد طلقوا ماذا؟ ثلاثا. التعبير سألتفتوا وتركوا تقوى الله. لا يا أخي، ما افترضوا، مو كان قاصدا، ولكنه جرى على لسان، ومو فقط جرى على لسان، كان قاصدا أيضا. وتركوا تقوى الله ولبسوا على أنفسهم وطلقوا على غير ما شرعه الله لهم. الله ماذا شرع لهم؟ أنه لا تقع إلا واحدة. الله سبحانه وتعالى ماذا فعل الله؟ من وجد هؤلاء الناس حمقى وتأخذهم الأحموق كما يقول ويأخذهم كذا، الله بعث نبيا جديدا في زمن عمر وهو عمر. لا يقول، هذا قد تقول سيدنا ما قال نبيا، أقول نعم، يقول أجر الله على لسان الخليفة الراشد إلزامهم بذلك. الله عندما قال عمر، إذن الله مولانا تبع لمن؟ تبع عمر، بدل ما يقولوا أنه أحدث في الدين وأوجد بدعة في الدين وخرب الدين وهدم الدين، يقولون ماذا؟ صار نبي. صار نبي.
هسه بينكم وبين الله أيها المشاهد الكريم، فالجملة أنا أسألك، بينك وبين الله لو نحن كنا نقول ذلك عن علي ماذا كان يقول المسلمون عنه؟ يعني نحن نقول أن رسول الله فعل كذا ولكن علي بن أبي طالب خالف ذلك، سنة رسول الله، خالف كتاب الله، وخالفت سنة رسوله، وخالف إجماع الصحابة، وعندما يقال لنا نحن أنتم الشيعة ماذا تقولون؟ نقولون نقول إن الله أجرى على لسانه. يقولون انظروا الغلو، انظروا شخص يخالف الكتاب والسنة يقولون صار نبيا. إذن حلال محمد؟ لا لا، حلال 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 الخليفة الثاني، حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم محلال، لأن الله سبحانه وتعالى مع اعتذار المشاهد الكريم لا يعلم كان أن هؤلاء المسلمين بعد ذلك ستصيبهم الأحموقة، حتى ماذا؟ حتى يقول بأنه وإذا أصابتكم الأحموقة فالثلاث تكون ماذا؟ من التفت إليها؟ من التفت؟ عمر. عمر التفت. اللهم من وجه عجيب التفت إلى جيد تشريع جديد، اللهم أجراه ماذا؟ هذا هو المنطق الذي نحن على خلاف معه أعزائي. قال أجرى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه. أي صحابة؟ أنت قلت قبل قليل أن الإجماع من الصحابة والخليفة وابن تيمية قال أن إجماع الصحابة على ماذا؟ على خلاف هذا. أي صحابة؟ ولكن هو يعلم أن القضية خطيرة جدا ولهذا يريد أن يجعلها ماذا؟ مرتبطة بالصحابة. قال أجرى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعا وقدرا إلزامهم بذلك وإنفاذه عليهم وإبقاء الإصر الذي جعلوه هم في أعناقهم. يعني طلقوا ثلاثا فليكن ثلاثا، وهذه أسرار من أسرار الشرع لا تناسب عقول أبناء الزمان. يعني لا تسأل عنها. إذن قضية وحيانية. بل أنا قلت لكم لا أعلق لهذا السبب، لا أعلق لهذا السبب. إذن قضية وحيانية يعني. ولذا دقيقتين أو ثلاث نسمع المداخلات لأنه اليوم أخذنا من وقت الأعزاء. ترتبط بيعني اتصال الخليفة الثاني بمسار التشريع. والأمر للمشاهد أستاذ علاء، والأمر للمشاهد أن يرى. لو كنا، أنا ما أقول إلا جملة واحدة، لو كنا نقول هذا الكلام في عمل صدر من علي أو واحد من أهل البيت وخالف فيه سنة رسول الله قلنا أجرى الله الحق على لسانه، ماذا كانوا يقال لنا؟ يقال لنا أنكم تدعون النبوة لأئمتكم كما اتهمونا، ويقال لنا أنكم أهل بدعة لأنهم خالفتم الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما عندما تصل الباء إلى عمر تجر، أما عندما تصل إلى علي وأهل البيت ماذا؟ باؤهم لا تجر. هذا أمامكم أعزائي مو من عندي. ولذا نجد علم آخر واقعا التفت إلى هذه النقطة، وهذا الذي أنا قلته مرارا. أعزائي دقيقة أو دقيقتين أسمع للمداخلات. يعني لا أدري هل يكفي الوقت ولو لو لسؤالين أحسنتم، مو مهم، فقط أنه حتى لأنه إذا أريد ندخل بحث آخر نتأخر كثيرا. ولهذا تجدون أنه في نيل الأوطار، في نيل الأوطار للإمام الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار لتأليف الإمام الشوكاني تحقيق محمد صبحي ابن حسن حلاق، عندما يصل إلى هذه المخالفات التي صدرت من عمر، يعني المجلد الثاني عشر صفحة 408، يقول فإن كانت تلك المحامات لأجل مذاهب الأسلاف، يعني نريد أن نصحح فعل السلف وفعل بعض الصحابة، التفتوا إلى العبارة، نعتذر لهم، نجد توجيها لهم، فهي أحقر وأقل من أن تؤثر على السنة المطهرة. عالم من كبار علماء أهل السنة وبهذه الألفاظ. وبهذه الألفاظ نعم، لأن القضية عندما كما تفضلت عندما تصل إلى سنة رسول الله من له قيمة في قبال سنة رسول الله؟ ونحن إنما نتبع علي وأهل بيت لأننا نعتقد أنهم هم المصدر الصحيح والنبع الصافي لسنة رسول الله.
قال وأقل فهي أحقر وأقل من أن تؤثر على السنة المطهرة. التفت إلى العبارة، وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب بتعبيره هو، حتى يتضح أنه ليس من المعادين لعلي لعمر. يقول رحمه الله، من يقول؟ الإمام الشوكاني. يعني معادي أو ليس معادي؟ وهو من مدرسة ابن تيمية. لا لا لا، مو مدرسة ابن تيمية، لا 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 أبدا، لا زيدي. وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب رحمه الله بتعبيره، التفت إلى التعبير مو أنا أقوله، يقول فأين يقع المسكين من رسول الله؟ مو تعبيري، تعبير من؟ الإمام الشوكاني. فأين يقع المسكين من رسول الله؟ ثم أي مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه، يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحابي على قول المصطفى؟ لا ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مع كل هذا، أو أستمع المداخلات، مع كل هذا تجد أنه في واقعا شيء لا يصدقه يعني الإنسان. فقط هاي الجملة الحديث أستاذ الذي لا أردت أن تنقله. لا هاي الجملة أريد أقوله، هاي الجملة أقوله وأستمع أستاذ على لمداخلتك واقعا. ومع كل هذا، ها كل اللي قلناه، انظر الجهاز الأموي، جهاز الإعلام الأموي ماذا فعل؟ قال وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق. من؟ عمر بن الخطاب. إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 26 يقول وهو أعلم الأمة بعد الصديق، وهو كما قال ابن مسعود لو وضع علم عمر في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لا رجح علم عمر. تبينه هو عالم وقعا، اللي خفي عليهم ما علمه النساء والأصاغر وإلى آخره. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وكل والأمر لمن؟ للمشاهد. للمشاهد الكريم. أعزائي المشاهدين، نحن على موعد مع اتصالاتكم. الأخ القرشي من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل أخ قرش. أنا أحب بس كلمتين للشيخ كمال الحيدري جزاه الله خير. تفضل. أنا مستفسر بمكة عبد الله وقرش. أهلا بك أخ عبد الله. أقول له جزاك الله ألف خير عنا، وأرجو أنه تستمر هذه الحلقات لكي نفهم ديننا أكثر وأكثر ونتبع آل بيت رسول الله إن شاء الله. جزاك الله ألف خير. الأخ عبد الله القرشي من المملكة العربية السعودية. سعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم للحق إن شاء الله. أما ما ذكر الشيخ فيما يتعلق بالطلاق وإمضاء الطلاق الثلاث في الجلسة الواحدة أنه طلاقا بائنا، الذي يعني يزعم الشيخ على أن عمر أحدث، أقول أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله قد عرض وتتبع حديثا أورده في شرحه للفتح، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمضى الثلاثة في مجلس واحد. عفوا، أنت تناقش أصل القضية أم تناقش ما ورد عن ابن القيم؟ يعني أعطيني فقط يعني تكذب لك. لا عفوا، لا أحتاج أن تبين لي عزيزي. لا أعلم، أطمئن أني أعلم أكثر منك في هذه المسائل، ولكنه أنا نقلت كلمات ابن تيمية يقول إجماع الأمة، الكتاب والسنة والإجماع أن طلاق السنة هذا، وابن قيم قال الكتاب والسنة والعرف والإجماع واللغة كلها تقول هذا، ومع ذلك صار بصدد الاعتذار له. وجدتم أن وإلا لو كان على مقتضى السنة لما احتاج أن يقول أنه لا، أن يقول أن الله أجرى على لسانه، يقول بأن السنة وردت بذلك. أعزائي واقعا تعلموا شيئا، تعلموا شيئا. الحلقة كاملة لك،
ساعطني وقتي فقط، بارك الله فيك. تفضل. مو قضية وقت، لأنه تفضل. أنت تريد أن تنقل ابن حجر أعلم ماذا يقول ابن حجر. أنا أقول لك شيخي الكريم كمال الحيدري، لو أتاك مجموعة من طلبة العلم وقالوا يا شيخ كمال راعنا سمعك، أفيقولون محرما أم أن هذا القول مباح؟ سؤالي لك الآن، لو قالوا راعنا سمعك أحلال قولهم أم حرام؟ طيب انتهت المداخلة أخ سعد؟ لا ما انتهت، ما انتهت. لا يعني لا يمكن أن يعني يكون كل الوقت لك. لا فقط أنا ما أكملت الوقت كان للشيخ. لو قالوا لك طلبة من العلم عندك راعنا سمعك يا شيخ، أنا هل في قولهم هذا حرام؟ خذ تليفون. لا مو حرام عزيزي، أنا بخدمتكم، موقعي موجود وتليفوني موجود، بالإمكان أن تتصل عزيزي وأبقى معك لساعتين مولانا أتكلم. جزاك الله ألف خير. سعد من السعودية. أبو أيمن من السويد، تفضل أبو أيمن. نعم أبو أيمن من السويد، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا كل عام أجل عظم الله أجرنا وأجركم بمصابة عبد الله الحسين. عظم الله لك الأجر والثواب، تفضل أخي أبو أيمن. رحم الله وديك، الله يطول عمرك إن شاء الله. سيدنا بالنسبة للشوكاني الكتاب الأخير اللي قرأته، يعني ذن كلهم الأدلة، كلهم ذن الأدلة الكتب الإخوان السنة، إذن ليش ما طلع مقابلة عن الإمام علي عليه السلام كتبنا؟ لأن هي مدرسة أهل البيت، حتى لأن المستمعين أكثرهم كلهم من الدول العربية وكلهم عربي. عزيزي هذا أجبنا عليه، والفضل ما شهد به الأعداء. هذا يعني المنهجية التي يتبعها سماحة السيد هي أنه يخرج الدليل والحجة من كتب القوم، ومن ثم إذا كانت هناك إضافة أو أراد في ذلك إلى بعض النصوص سيشير التي إلى علم الإمام علي إن شاء الله. الله تعالى. لا أدري، يقال أن الوقت انتهى سماحة السيد. إذا كانت في عندنا مولانا 4 دقائق بعد مولانا، يظهر أنهم يؤكدون اليوم إلى الساعة يعني. وأنا وأترك ذلك أعزائي للمشاهدين أعزائي. عندنا 5 دقائق مولانا، دقيقتين من الأول أخذوها من البرنامج، و5 دقائق من الوفاء أعطوا مولانا. بلي إن شاء الله يعوضونا. المهم أنا الليلة القادمة، لأن الكثير من المشاهدين يتصلون سيدنا البرنامج وقت البرنامج أعزائي أنتم تجدون حتى على الدقائق مولانا يبخلون بها، يظنون بها علي. جزاكم الله ألف خير. أشكر سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.